الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش. موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء. أدى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة. وأدى صلاة عيد الأضحى المبارك أيضا عدد كبير من رجال الدولة، من بينهم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار الشخصيات. وفي خطبة عيد الأضحى المبارك شدد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية على أن رسالة الإسلام هي الأمن والأمان لكل البشرية. عند مطالعة القرآن الكريم وهو يتحدث عن الحج لا يدرك أن كل إنسان مسلم على ظهر الأرض ينبغي أن يكون أمانا على من حوله، وإني لأعلنها للدنيا كلها من أرض الكنانة من بلد الأزهر الشريف في يوم عيد الأضحى المبارك إلى كل إنسان مسلم على ظهر الأرض: كن أمانا للناس كلهم، عامل الناس بحيث إذا ما خالطوك رأوا فيك الأمان والسكينة. وأشار الأزهري في ختام خطبة العيد إلى أن الحج يأتي بذكر الله ليحرك الفكرة ويدفعه إلى إبداع الحضارة التي توصل صاحبها إلى الله. رسالة التي يرسلها القرآن الكريم إلى وعي كل إنسان مسلم بكلمة الذكر: إن الذكر ليحرك الفكر ويدفعه إلى إبداع الحضارة التي توصل صاحبها إلى الله. ولذلك فاسمعوا معي قول الله تعالى في هذا الربط القرآني العجيب، حيث يقول سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم قال سبحانه: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا وقد أدى ملايين المصريين صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم بالمساجد والساحات المخصصة بعدد من المحافظات وسط وجود أمني مكثف من جانب قوات الشرطة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية. تناولت خطبة العيد الدروس المستفادة من هذه المناسبة الدينية الكريمة بضرورة التضحية والفداء وواجبات المسلم نحو أهله وأقاربه ومختلف فئات المجتمع. مع الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك تضج شوارع القاهرة وما يدينها بالتكبيرات والتواشيح الدينية، حيث يذهب الناس إلى الساحات الكبرى والمساجد العريقة لأداء صلاة العيد الذي يأتي تتويجا لركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات. كل الشعب المصري كله كل سنة وهم طيبين، والسنة الجاية كده يا ربي كلهم يصلوا على عرفات، وانت والعالم كله يا رب، ومصر تبقى بخير بإذن الله. كان نفسينا نصلي كلنا كده في الحرم ولا في عرفات، يعني كان نفسنا إن شاء الله بإذن الله. وأقول للناس كل سنة وحضراتكم جميعا بخير وطيبين وبصحة. أنا أولاد خالاتي وأصحابي جايين عشان نصلي برضه فرحة لربنا. تبادل الفرحة بين الأصدقاء والأقارب قد تراها في أعين الجميع، وحرص الآباء والأمهات على اصطحاب أبنائهم لأداء الصلاة مشهد معتاد في هذه اللحظات. كل عيد لازم نيجي نصلي هنا عشان أحسسه بالأجواء من وهو صغير. ده تاني عيد لينا هنا بعد عيد الفطر، ده تاني عيد الحمد لله. مبسوطة جدا، ده تاني عيد معايا مع ابني رامز، حاجة تانية مختلفة. الأول كنت باجي لوحدي مع جوزي، دلوقتي معايا فرد جديد. أصلي مع بابا وماما وخالتي. كنا سنة طيبين. في هذه الأوقات قد تشعر وكأن الشوارع والميادين ترقص فرحا متزينة بالألعاب والبالونات والألوان المبهجة لتشارك المسلمين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك. أوقات تحمل نسائم إيمانية في كل عام، فمئات الآلاف من المسلمين يتجمعون في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وملايين المسلمين حول العالم يحتفلون بعيد الأضحى كل على طريقته الخاصة. إلا أن صلاة العيد
ربما تمثل إحدى الشعائر التي يؤديها الجميع. كل عام أنتم بخير. عمرو عبد العزيز، النيل. ومن محافظات الجمهورية الأخرى أيضا يواصل مراسل النيل متابعتهم لفعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. معنا الآن من بورسعيد مراسل النيل حسام مسعد. حسام، صف لنا ما رأيته اليوم في مدينة بورسعيد، كيف تجري الاحتفالات؟ والله يعني الاحتفالات يعني منذ الصباح البكر أو منذ ليلة أمس على قدم الوثاق داخل أنحاء مدينة بورسعيد، الكل يعني يحاول الاحتفاء بطريقته الخاصة، سواء عن طريق يعني تحضير الذبائح المختلفة يمينا ويسارا، الكل يعني يتجه أيضا إلى الأسواق التجارية للحصول على المستلزمات المختلفة من الملابس التي طبعا تمثل هي الحجر الزاوية بالنسبة للأعياد المختلفة داخل محافظة بورسعيد والقادمين إليها. طبعا أجواء يعني احتفالية منذ ليلة أمس، يعني جميع الموجودين داخل محافظة بورسعيد يعني لم يناموا حتى الصباح الباكر، الكل يحتفل يعني بتلك الليلة أو بليلة العيد. طبعا الكل يعني يريد تغيير نمط الحياة بشكل عام، خصوصا أن طبعا يمكن الفترات اللي فاتت كلها يعني يمكن ضغوط يعني إلى حد ما لدى كل أسرة، الكل يعني يشتهي أوقات سعيدة أو يشتهي أعياد لكي يتنفس الصعداء من كافة العناء المختلفة. لكن أنا أحب أقول لك يعني يمكن في بورسعيد العيد يمكن امتزج بتوقيت الصيفي أو بورسعيد كمصيف، يمكن جميع القرى السياحية داخل محافظة بورسعيد والفنادق كلها بالكامل ممتلئة عن بقرة أريها. يمكن الشاطئ بورسعيد يمكن السنة دي بعد تطويره وتجميله يعني بالشكل اللائق، وإعطاء الفرصة للشباب يعني كي يضعوا أيديهم البيضاء على الشاطئ بإقامة بعض الكافيتريات والمتنزهات التي تعطي لمسة مختلفة لبورسعيد، يمكن كانت عامل جذب للكثيرين من الذين أرادوا القضاء العيد بشكل مختلف يعني خارج المتنزهات العامة. على شاطئ بورسعيد النهاردة كان برضو مكتمل عن بقرة دي بالمصطفين سواء من خارج بورسعيد أو من داخل بورسعيد. ده يمكن على المستوى السياحي. على المستوى الأمني يعني يمكن بوجود مدير أمن بورسعيد اللواء زكي صلاح يمكن يعني ألقى بصمة مختلفة داخل محافظة بورسعيد، يمكن الأكوان الأمنية بتدور بتقوم بالمحافظة يمينا ويسارا لتأمين يعني صلاة العيد يعني اليوم وبعد صلاة العيد أيضا لتأمين التجمعات المختلفة داخل محافظة بورسعيد. على المستوى السياسي محافظ بورسعيد يمكن يعني السنة دي عمل يعني بصمة جديدة وعمل شكل جديد بأنه يعني خرج عن التقليدية في أنه هو يصلي في أماكن محددة كان كل المحافظين بيصلوا فيها، لا ذهب إلى مدينة بورفؤاد وصلى في المسجد الكبير في مدينة بورفؤاد وعمل جولة ميدانية على المستشفى العام ودار المسلمين هناك وفطر مع تناول الإفطار مع الأمن المركزي رجالات الأمن المركزي بالأمن المركزي ثم استقبل المهنئين. يمكن يعني ده شكل الأمور على المستوى السياسي، ولكن الكل هنا يشتاق إلى لحظات سعيدة يمكن يعني يقدر يلتمس فيها يعني الإحساس بالسعادة التي يعني غابت إلى حد ما عن بعض يعني نعم بالطبع. وتتبقى هناك ثلاثة أيام أخرى أيضا عظمى للمزيد من الاحتفالات. حسام مسعد مراسل النيل تابع لنا احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد المجيد. كل عام وأنتم بخير. وما زلنا مشاهدين مع شبكة مراسلين في مختلف محافظات الجمهورية، وينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل أحمد رفعت من المنيا. أحمد، صف لنا أجواء الاحتفالات اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك في محافظة المنيا. بداية زميلاتي العزيزة أنقل لكم تحيات وتبريكات أهالي الصعيد خاصة وأهالي محافظة المنيا عروس الصعيد بصفة خاصة لكم ولكل مشاهدينا الأجلاء. دعينا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. خرج اليوم صباح اليوم وقبيل شروق شمس العاشر من ذي الحجة آلاف من المصلين في الساحات الخارجية التي حددتها وزارة الأوقاف ليقيموا شعيرة ولا أجمل، حيث الصلاة وتبادل التهاني والفرحة العارمة التي عمت الجميع. أدى المصلون ركعتي العيد بتكبيرات ارتفعت في عنان السماء وتلتها خطبة العيد التي ركزت على أهمية التكافل الاجتماعي والمودة والتواصل والترابط والعطف على الفقير والوقوف صفا واحدا لنهضة مجتمعنا ومواجهة أي انحراف. أدى اللواء عادل بجوي محافظة المنيا واللواء مدير أمن المنيا صلاة العيد بالمسؤولية العسكرية
واستقبلوا المصلين وهنؤوهم بهذه المناسبة الكريمة. الحالة الأمنية مستقرة للغاية، حيث أثمنة ثابتة ومتحركة في الأماكن الرئيسية أمام الكنائس وأمام مديرية الأمن وبطول كورنيش النيل وعلى مداخل ومخارج مراكز محافظة المنيا السادسة. كذلك عربات الإسعاف التي تواجدت بالقرب من الساحات المكتظة بالمصلين. كورنيش النيل تزين منذ 3 أيام أو أكثر لاستقبال رواده، ومن المعروف أن المنيا يعني تشتهر بكورنيش تمتاز به على مستوى الجمهورية. اللواء عادل بديوي محافظ المنيا منذ أن قدم إلى المحافظة ومنذ أن وضعت أقدامه في محافظة المنيا يتجول بين الناس دون يعني قشور دائلة كما كنا نرى من قبل، وهنأ المصلين كافة اليوم واستمع لبعض المشكلات والشكاوى وركز على ضرورة أن يعيش المواطن في أمن وأمان من ناحية، وأن تحارب أي يعني أعمال من قبلها الغلو أو استغلال المواطنين في الأسعار. نعم أحمد رفعت مراسل النيل من محافظة المنيا، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن كريم كمال من بوابة القاهرة إسكندرية على الطريق الصحراوي، يتابع لنا أحوال الذهاب ذهابا وإيابا من القاهرة العاصمة إلى المحافظات المختلفة خاصة في الوجه البحري وإلى الإسكندرية. كريم تفضل. نعم كريم، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، سنعود مرة أخرى إلى الزميل كريم. تفضل كريم إذا كنت تسمعني. طيب سنحاول إصلاح هذا يعني زميلي بعد التحية. بالفعل في الساعة 7 من صباح اليوم بدأت القوات المسلحة بذبح العديد من الأضاحي على بوابة طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي من أجل توزيع هذه الأضاحي على السادة المواطنين مرتادي الطريق. أيضا هناك العديد من الفعاليات التي تقدمها القوات المسلحة من خلال توزيع الهدايا على المواطنين وأعلام مصر. هذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، كان هناك رد فعل كبير من قبل المواطنين خاصة مرتادي الطريق. لكن زميلي انت حدثنا اكثر عن الشركة الوطنية للطرق وهي القائمة على هذه المناسبة. ايضا هناك العديد من الخدمات التي تقدمها، لكن نتعرف اكثر عن هذه الخدمات الخاصة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي مع سيادة اللواء ماهر يوسف مدير الشركة الوطنية للطرق. سيادة اللواء اهلا بك على شاشة قناة النيل. حضرتك طيب ومصر كلها طيبة وبخير. سيادة اللواء يعني مناسب مثل هذه المناسبات تواجد القوات المسلحة مع المواطنين وتوزيع الأضاحي على المواطنين، يعني هذه المناسبة بتواجد القوات المسلحة دائما تضرب المثل مع تواجدها مع المواطنين المصريين في كافة المناسبات. الحمد لله احنا في جميع المناسبات موجودين، ومش في طريق اسكندرية الصحراوي فقط، جميع الطرق اللي بتديرها الشركة سواء كان طريق السخنة، طريق الإسماعيلية، طريق بورسعيد، طريق الصعيد الحر، الطريق الإقليمي، احنا موجودين بنفس المنظر اللي حضرتك شايفه ده على جميع الطرق، واقفين جنب جنب الشعب المصري، بنحب الشعب المصري وبنحب نشوف البهجة والفرحة على وجه المصريين. سيادة اللواء يعني الشركة الوطنية للطرق هي المسؤولة عن تنفيذ الخدمات على الطرق الصحراوية كما ذكرت حضرتك، ليس فقط طريق مصر اسكندرية لكن كافة الطرق. يعني المواطن عايز يعرف ايه آخر الخدمات التي ستقدم ليه الفترة المقبلة؟ احنا خلال الفترة القادمة ان شاء الله مع احتفالات اعياد اكتوبر عندنا بنعمل فتح محطات بنزين علاوة على ريستات لقادة الطرق، بنفتح 3 جامع موجودين جداد على طريق اسكندرية. ان شاء الله هيكون معنا محور الضبعة، فوق الضبعة اللي بيبدأ من 40 كيلو اللي هي جميع الشعب مسميه محور جهينة فوكة، وده إن شاء الله هيبقى ليه نقلة حضارية جامدة جدا لمصر. أشكرك سيادة اللواء. يعني بهكذا زميلي العزيز كانت هذه الفعاليات التي نفذت هنا على طريق بوابة القاهرة الأسكندرية من قبل الشركة الوطنية للطرق وهي التابعة للقوات المسلحة. كما أكدت سيادة اللواء بأن هناك العديد من الافتتاحات التي ستقام بالفترة القادمة، وأبرزها محور رود الفرج وأيضا التوسعات التي تقام هنا بطريق مصر على الإسكندرية الصحراوي. بغير ذلك هناك الخدمات المقدمة من محطات البنزين وأيضا محلات التي تخدم المواطنين من المنتجات الأساسية. إليك زميلي العزيز. نعم كريم كمال موفد النيل إلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ونشكر أيضا ضيفه اللواء ماهر يوسف مدير الشركة الوطنية للطرق. لا بريك لا
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. توافد ضيوف الرحمن صباح اليوم على مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات في أول أيام عيد الأضحى. واستوعب جسر الجمرات الأعداد الكبيرة من ضيوف الرحمن دون تزاحم أو تدافع وسط تكثيف أمني من قبل السلطات السعودية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في مشعر منى يرمي حجاج بيت الله الحرام جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن باتوا ليلتهم في المشعر الحرام المزدلفة لجمع الجمرات عقب الانتهاء من الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. وعقب الانتهاء من رمي الجمرات يستكمل ضيوف الرحمن تباعا شعائر الحج من نحر الهدي وطواف الإفاضة والحلق والتقصير ثم التحلل من الإحرام، ثم العودة إلى مخيماتهم للإقامة بها خلال أيام التشريق الثلاثة لرمي باقي الجمرات العقبة الوسطى والصغرى. السلطات السعودية نشرت قوات الدفاع المدني المشاركة في خطة تأمين الحجاج بمشعر منى لمنع دخول الحجاج الذين يحملون الأمتعة عبر جسر الجمرات حفاظا على سلامتهم وللحيلولة دون وقوع حوادث. كما استهدفت الإجراءات الأمنية السعودية منع ظاهرة الافتراش التي تؤدي إلى تعطيل عملية تدفق الحجيج عبر جسر الجمرات، في الوقت الذي نصح فيه رجال الأمن وأفراد الكشافة الحجاج باستخدام أدوار جسر الجمرات في الرجم والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحجاج راحة ويسر في الحركة. وفي إطار إجراءاتها لتجديد الأمن وتنظيم الحجيج أصدرت السعودية أساور إلكترونية لمراقبة تحركات الحجاج فضلا عن استخدام المزيد من كاميرات المراقبة لتجنب التدافع. ولمتابعة أوفى ينضم إلينا من الأراضي المقدسة محمد حلمي موفد النيل إلى الأراضي المقدسة متابعا لأداء الحجاج لمناسك الحج. محمد انقل لنا المشهد من مشعر منى حيث توافد ضيوف الرحمن، وهل لك أن تطمئن على أحوال الحجاج المصريين؟ تحياتي لك بهذا وصديقي أحمد والسادة السعودية قناة النيل الأخضر، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله كل يوم والبركات على المسلمين والأمة العربية يا رب. الحمد لله استطعنا وثبتنا الحجاج من رمي العقبة الكبرى بعد أن تم قضاء ليلتنا في المزدلفة وصلاة المغرب والعشاء قصر، ثم تم صلاة الفجر، وبعدها تم تفريق الحجاج كافة والحجاج المصريين إلى منى. الحمد لله عملية التفريق صارت بيسر وطمأنينة نظرا للتماثيل في الخبر نشر قوات نظامية من القوات السعودية على طول الطريق من المزدلفة وحتى جسر الجمرات، وذلك لمنع الأمتعة وكذلك منع افتراش الحجاج، وبالتالي كانت الأمور ميسرة في صعود الحجاج على جسر الجمرات ورمي العقبة الكبرى ثم الوصول إلى عمل طواف الإفاضة والتكبير وباقي الأمور الشعيرة. الحمد لله حجاج مصر بخير، لم يتم رصد أي أمراض وبائية من الحجاج المصريين. ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 22 حالة وفاة، أؤكد أنه قد تمكن كافة المرضى من الحجاج المصريين المتواجدين دون مستشفيات مكة المكرمة من تصعدهم إلى جبل عرفات لأداء الفريضة من عن طريق الإسعاف السعودي، لتصعدهم من المستشفيات إلى مستشفى جبل الرحمة بجبل عرفات لأداء الفريضة ثم العودة مرة أخرى إلى المستشفيات تمكنوا من أداء الفريضة الأساسية وهي الوقوف بعرفة. الحمد لله يمكن خلال تفاعلنا مع الحجاج اليوم أكدوا أن الأمور كانت تسرى هذا العام بشكل كبير حتى الآن، ولا توجد أي مشاكل من أي نوع بين ضيوف الرحمن يعكس الصف هذا الحدث المهم. نعم، من الأراضي المقدسة محمد حلمي موفد النيل، شكرا جزيلا لك.
أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية ارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين إلى 22 حالة. وأوضح اللواء ماهر أن المتوفين شملوا 7 حجاج من بعثة القرعة و9 حجاج من بعثة السياحة و2 من الجمعيات، فضلا عن 4 حجاج من حجاج الفرادة، مشيرا إلى أنه تم دفنهم جميعا بالأراضي المقدسة. كما أكد اللواء ماهر أن إجمالي عدد الحجاج المحجوزين بالمستشفيات السعودية بلغ 19 حاجا، مشيرا إلى أنه تم بالتنسيق مع السلطات السعودية تصعيدهم إلى عرفات بواسطة سيارات الإسعاف وإعادتهم مرة أخرى للمستشفيات لاستكمال علاجهم. كما أشار إلى أن الحالة العامة لحجاج البعثة الرسمية جيدة، مؤكدا عدم ظهور أي أمراض وبائية أو معدية بين صفوف الحجاج حتى الآن. وعلى صعيد عرفات الطاهر، عبر الكثير من حجاج بيت الله الحرام عن فرحتهم الغامرة بأداء مناسك الحج. الحمد لله شعوري أنا زول كويس، والحمد لله أتمنى يعني اليوم الليلة اليوم السعيد اليوم المبارك ربنا يتقبل لأهلنا ولأهلنا في السودان. الحمد لله والله الشهداء عمره حصلت قبل كده، يعني أنا عملت كذا عمرة بس اليوم ده غير أي يوم. الحمد لله ربنا رزقني الحج هذا العام، يعني الحمد لله، وإن شاء الله ربنا يرزقني العام الجاي إن شاء الله ويرزق جميع المسلمين. يبدأ مساء اليوم سريان وقف إطلاق النار في سوريا بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين هناك. من جانبها طالبت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية بضمانات حول تطبيق الهدنة، فيما أعلنت حركة أحرار الشام أحد أبرز فصائل المعارضة السورية المسلحة رفضها لاتفاق الهدنة الأمريكي الروسي. هدنة جديدة في سوريا تدخل حيز التنفيذ لمدة 48 ساعة كمرحلة أولى وفقاً لاتفاق أعلنته واشنطن وموسكو في جنيف بهدف إيصال المساعدات إلى المدنيين. اتفاق الهدنة الذي وافقت عليه الحكومة السورية يشمل جميع الفصائل المقاتلة باستثناء جبهة فتح الشام النصرة سابقاً وتنظيم داعش. فصائل المعارضة المسلحة أبدت تحفظات على بعض تفاصيل الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بخلوه من ضمانات أو آليات للمراقبة أو عقوبات على من ينتهك بنوده، بالإضافة إلى تجاهله المناطق المحاصرة، لكنها أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتعاون بشكل إيجابي مع بنود الهدنة. أما حركة أحرار الشام فقد وجهت انتقادات قوية للاتفاق، مشيرة إلى أنه لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب السوري، لكنها في الوقت نفسه لم تصل إلى حد إعلان عدم التزامها به. وبحسب فصائل المعارضة المسلحة فإن الاتفاق يثير العديد من المخاوف، خاصة أنه لا يشير إلى منع طائرات الحكومة السورية من التحليق بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، ما سيتيح لها الفرصة الكافية لإحداث أضرار جسيمة في المناطق المدنية بحسب المعارضة. كما تجاهل الاتفاق المناطق المحاصرة، مما يجعله يركز فقط على مدينة حلب ولا يسمح بإدخال المساعدات إلى جميع المناطق المحاصرة دون استثناء. في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة ربما تجري في بداية شهر أكتوبر القادم. من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي مستورا إن الاتفاق الأمريكي الروسي يمنح التيار الرئيسي لمقاتلي المعارضة حق الدفاع عن النفس وينهي قصف روسيا والجيش السوري لمواقعهم. كما حذر ديمستورا مقاتل المعارضة السورية من أن التعاون مع جبهة فتح الشام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بموجب الاتفاق الأمريكي الروسي. أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد بمدينة داريا بمحافظة ريف دمشق
بعد أن أخلاها مقاتلو المعارضة وسيطرت عليها الحكومة في الشهر الماضي. وزار الأسد مدينة داريا في جنوب غربي دمشق بمناسبة عيد الأضحى. كانت داريا رمزا رئيسيا للانتفاضة على الأسد، وشكل تسليمها إلى قوات الحكومة بعد سنوات من الحصار ضربة كبيرة للمعارضة المسلحة. وغادر كثير من مقاتلي المعارضة عائلاتهم إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا بموجب اتفاق بوساطة محلية بين الأطراف المتحاربة. ونقل المدنيون أيضا إلى منطقة أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة قرب دمشق. للمزيد من التفاصيل حول التطورات في سوريا معنا من دمشق الدكتور صابر فلحوط مدير المركز العربي للدراسات الإعلامية. دكتور صابر بعد التحية من القاهرة، يعني رغم إعلان ما يسمى بحركة أحرار الشام هناك آمال تتزايد بشأن الهدنة، في رأيك ماذا تتوقع لها؟ أولا شكرا لكم وحياكم الله وحيا الله زملائنا الإعلاميين والصحفيين في مصر. شكرا لك. التوجهات الأخيرة التي صدرت بها قرارات أممية مبنية على اللقاءات التي تمت بين المسؤولين الروس والأمريكان حول تيسير سبل قوافل الدعم والإمداد للمحاصرين في حلب تأتي ضمن خطة الحكومة السورية الدائمة في ألا تدخر وسعا في أن تقدم كل ما يستلزم للمواطنين المحاصرين من قبل العصابات المسلحة الإرهابية. لكن المشكلة أن أمريكا لم تقتنع بعد بأن الإرهاب ليس له أنواع أخضر وأحمر وأصفر طويل وقصير، وإنما ترى أن إرهابا معتدلا في هذا المكان وإرهابا غير معتدل في مكان آخر. حقيقة الأمر هذا الذي يعقد الأمور ويعرقل سير قوافل الإمداد والدعم بالدواء والغذاء للمحاصرين، وسوريا مستمرة في أن تيسر وتسهل مهمة الأمم المتحدة في إيصال هذه الإمدادات، كما أنها لا تدخر وسعا في أن تقدم ما يستلزم لمواطنينا المحاصرين من قبل الإرهابيين في حلب وغير حلب. نعم. طيب إذن يعني في ظل هذه التحديات هل تتوقع أن تنجح الهدنة التي تتركز حولها الأنظار في الوقت الحالي؟ الهدنة تنجح إذا اقتنع من يدعم هذه الهدنة بالمال والسلاح والتوجيه والسياسة في أن القضية وصلت إلى نهاياتها وأننا في الهزيع الأخير من ليل هذه الأزمة الدامية في سوريا. طب هل تتوقع تقتنع أمريكا ودول الخليج في أن ما يجري في سوريا يجب أن يوضع له حد؟ التأييد الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير هل تعتقد بأنه كاف لأن تتم الهدنة بالفعل؟ أنا رأيي كمحلل ومتابع أثق بالموقف الروسي ولا أثق بالموقف الأمريكي مهما جاءت التصريحات الحلوة والمرة من مجلس الأمن وسواه. لكن في النتيجة وبعد المصالحات التي تمت قريبا في داريا التي زارها اليوم رئيس البلاد وفي المعظمية والسلسلة كثيرة الحلقات، أعتقد أن نهاية هذا العام ستشهد أشياء سعيدة بالنسبة للشعب السوري وانتهاء الأزمة. شكرا لك دكتور صابر فلحوط مدير المركز العربي للدراسات الإعلامية من دمشق. شكرا لكم وحياكم الله. هز انفجار اليوم منطقة بوسط مدينة فان في جنوب شرق تركيا التي تقطنه أغلبية كردية، وهو ما أدى إلى إصابة 19 شخصا. وقد وقع ذلك الانفجار بين مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم ومقر حاكم المحافظة. وقالت وسائل إعلام عديدة إن سيارة مفخخة ربما تكون قد استخدمت في التفجير الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل النيل من أنقرة عمر أحمد. عمر، هل لك أن تطلعنا عن آخر الحصيلة لهذا التفجير الذي شهدته مدينة فان في جنوب شرق تركيا؟ الحصيلة حتى الآن هي 48 جريحا، من ضمنهم 2 جراحهم في حال الخطر. التفجير استهدف نقطة شرطة وحاجز أمني قريب من مركز حزب العدالة والتنمية، شارة حزب العدالة والتنمية في منطقة وان ذات الأغلبية الكردية كما ذكرتم. حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولكن أصابع الاتهام تشار حسب المنطقة التي حصل فيها التفجير إلى حزب العمال الكردستاني، خصوصا وأن هناك تطورات حدثت إن كان في داخل تركيا أو في الجانب السوري. فهذا التفجير يحمل رسائل حسب مراقبين هنا، أولهم أن التفجير هو رد على عملية إبعاد مدراء بلديات أو رؤساء بلديات كانوا تابعين لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي في جنوب شرق تركيا. أمس 28 رئيس بلدية تم إبعادهم وتعيين رؤساء بلديات مكانهم من قبل الدولة تحت تهمة أن رؤساء البلديات من قبل حزب الشعوب الديمقراطية كانوا يدعمون الإرهاب ويقدمون الدعم لحزب العمال الكردستاني. هذا العمل تم يعني استنكاره بشدة من قبل حزب الشعوب الديمقراطية، واعتبره أنه عملية انقلاب على السلطة المنتخبة في جنوب شرق تركيا، خصوصا وأن رؤساء البلديات هم منتخبون من قبل الشعب ويتم عزلهم من قبل الدولة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها تركيا. نعم. بالإضافة إلى العمليات التي تحصل في سوريا وضرب الجيش التركي للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، هذا أيضا له طبعا إحدى الرسائل الموجهة عبر هذا التفجير. نعم، عمر أحمد مراسل النيل من أنقرة، شكرا جزيلا لك. يأتي هذا الانفجار غداة إقالة رؤساء 28 بلدية متهمين بعلاقاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور هناك. ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم عن هذا القرار مؤكدا أن الخطوة تأخرت كثيرا، وأضاف أن بلاده لديها دليل على أن رؤساء البلديات الذين عزلوا من مناصبهم أرسلوا دعما لمسلحين أكراد وكان يجب عزلهم من مناصبهم بشكل أسرع. وأكد أردوغان في رسالة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن أي بلدية كانت تدعم المسلحين كان لابد أن تدفع الثمن، وأن تركيا عينت مديرين جدد في البلديات 24 التي كان يديرها الأكراد. أعلنت قوات الحكومة الموازية بقيادة خليفة حفتر في ليبيا أنها سيطرت على ميناء نفطي ثالث في شرقي البلاد. كانت القوات الموالية للحكومة الموازية قد سيطرت أمس على ميناءين رئيسيين بعد هجوم مباغت شنته على منطقة الهلال النفطي التي تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. من جانبها دعت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس بجميع قوات الموالية لها إلى أداء واجبها العسكري والوطني من أجل استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي. وفي اليمن أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية اليوم أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت فجر اليوم صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبية المملكة ودمرته بدون وقوع أي أضرار. وأضافت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان أن قوات التحالف الجوية قد استهدفت موقع الإطلاق، وتشهد الحدود والمناطق الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات من وقت إلى آخر من الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس اليمني المخلوع، تتمثل في إطلاق صواريخ ومقذوفات عسكرية ومحاولات اختراق للحدود تتصدى لها القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود.
من أخبار بانوراما الثانية عشرة أيضا، كوريا الجنوبية تؤكد أن جارتها الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية أخرى. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المشير طنطاوي، والملايين يؤدونها في مختلف محافظات الجمهورية. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى وسط تكثيف أمني كبير. اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يدخل اليوم حيز التنفيذ وسط تحفظات من بعض فصائل المعارضة المسلحة ورفض من حركة أحرار الشام للاتفاق. أخبار الاقتصاد في هذه الساعة مع حنان الخولي. حنان، ماذا لديك بشأن أسطوانات الغاز؟ هل انحسرت هذه الأزمة أم ما زالت متأججة؟ غدا واحمد اهلا بكم وكل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد. في البدايه، ووزير البترول يؤكد انحسار ازمه غاز البوتاجاز، وايضا هناك مطالبه من مصر بتسديد او بسرعه تسديد الشريحه الثانيه من القرض من البنك الافريقي. نعم، التفاصيل في النشره. مشاهدينا اهلا بكم وكل عام وحضراتكم بخير. واهم ما في هذه النشره، وزير التموين يتابع توافر السلع بالاسواق، والبترول تؤكد انحسار ازمه نقص اسطوانات البوتاجاز. إلى التفاصيل، حيث أكدت وزارة البترول أن المتابعة الميدانية لمنافذ توزيع البوتاجاز أشارت إلى انحصار أزمة اختناقات البوتاجاز نتيجة استمرار زيادة ضخ اسطوانات البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية. وأشارت الوزارة إلى فتح منافذ توزيع البوتاجاز التابعة لقطاع البترول خلال أيام عيد الأضحى، موضحة أنه تم تجهيز أسطول سيارات معبأة باسطوانات البوتاجاز للدفع به كحصص إضافية للمناطق التي في حاجة أو في حالة احتياج. يأتي هذا بينما قام وزير التموين محمد علي مصلحي بزيارة لمركز العمليات المركزية بالوزارة للتأكد من انتظام العمل. وتابع الوزير خلال تواجده بالمركز حالة السلع وتوفرها في المحافظات وعمليات البيع والشراء وانتظام العمل بفروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك من خلال الاتصال المباشر مع مراكز عمليات مديريات التموين بالمحافظات، واطمأن على عدم وجود نقص في السلع أو اللحوم. طلبت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر طلبت البنك الأفريقي بسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد. وخلال استقبالها ليلى المقدمة الممثلة المقيمة للبنك الأفريقي في القاهرة، أشارت الوزيرة إلى أن أولويات الحكومة هي إقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة لإقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل. وافق وزير الإسكان مصطفى مدبولي على مد فترة تلقي مستندات توفيق الأوضاع بأراضي مدينة العبور الجديدة حتى نهاية سبتمبر الجاري. كما أصدر الإسكان قرارا بتشكيل لجنة لاستلام ملفات الجمعيات من الهيئات العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن أراضي مدينة العبور الجديدة، على أن تنتهي من استلام الملفات خلال شهر من تاريخ قيام الهيئة العامة للتنمية الزراعية
بتجهيز المستندات. قال المتحدث باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية أليكسي أليكسينكو، قال إن بلاده تعد طلبا لمصر لتقديم تفسير وبدء محادثات بشأن إمدادات القمح الروسي المتأخرة إلى القاهرة. ووفق الهيئة الروسية فإن الحكومة المصرية لم تصدر موافقات على شحنات القمح الروسي منذ أن تبنت سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الأرغوت في وارد القمح أواخر الشهر الماضي. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع الواردات من دول حوض النيل إلى مصر خلال شهر مايو الماضي إلى 31.71 مليون دولار مقابل 34.96 مليون دولار خلال مايو 2015. وأوضح الإحصاء أن حجم الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال شهر مايو الماضي قد انخفضت من 100.995 مليون دولار مقابل 102.929 مليون دولار خلال الشهر ذاته من 2015، لينخفض بمقدار 1.934 مليون دولار. انتهت أخبارنا الاقتصادية مشاهدينا، شكرا للمتابعة وعودة مرة أخرى لمواصلة بانوراما النيل مع غادة وأحمد، مرة أخرى إليكم. شكرا لك حنان. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم أن كوريا الشمالية أنهت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية جديدة، وذلك بعد 3 أيام على تجربة خامسة من هذا النوع أثارت غضبا عارما. ورفض المتحدث باسم الوزارة الإدلاء بأي تفاصيل عن الاستعدادات، لكنه شدد على أن الجيش الكوري الجنوبي على أتم الاستعداد للرد على أي تجارب نووية أخرى أو عمليات إطلاق صواريخ أو استفزازات برية. وأجرت كوريا الشمالية تجاربها النووية الخمس في موقع شمال شرقي البلاد، وأجريت التجربة الأولى في أكتوبر من عام 2006 في النفق الأول، والتجارب الأربع الأخرى في النفق الثاني، بينما لم تستخدم بعد النفق الثالث حسب ما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. تبدأ البحريتان الروسية والصينية اليوم مناورات مشتركة في بحر الصين الجنوبي في عرض جديد لقوة العسكريين الصينيين في منطقة متنازع عليها بين عدة دول. تشارك في المناورات سفن وغواصات وقوات جوية وبحرية ومدرعات برمائية. وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها إن هذه التدريبات التي يفترض أن تستمر 8 أيام ستركز على استعادة جزر وشعاب والسيطرة عليها. وتطالب بكين ببحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا وتبني فيه جزرا صناعية يمكن إقامة بنى تحتية عسكرية عليها. وترسل الولايات المتحدة باستمرار سفنا حربية إلى المنطقة باسم الدفاع عن حرية الملاحة. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار الرياضة. أخبار الرياضة في هذه الساعة مع حسام الدين عاطف. حسام،